تمكن الجيش العربي السوري من تفكيك عبوات ناسفة في المرتفعات الجنوبية لقرية العبودية بحمص، قام بزرعها مسلحون في الطريق أثناء محاولتهم التسلل إلى برغلان الشرقية وبرغلان الغربية بريف القصير الجنوبي، وقتل عددا منهم. كما استهدف الجيش تجمعات للمسلحين في العرفي بدير الزور، ما أدى لمقتل عدد من المسلحين بينهم جنسيات عربية.